هكلمكم النهاردة عن ايه الحاجات اللي بتخليني كمهاجر احب امريكا، يعني ايه مميزات الحياة في امريكا. طبعا بعض هذه المميزات مشترك ما بين الدول المتقدمة، بعضها ممكن يكون خاص بامريكا اكتر من غيرها. فان شاء الله هوضح لكم يعني من وجهة نظري 10 حاجات في رأيي هي افضل يعني مميزات الحياة في هذا البلد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. النهاردة 10 رمضان، 22 ابريل، الخميس. ان شاء الله انا هجهز الفيديو ده عشان يتنشر يوم الجمعة. طبعا للأسف وقع مني يوم الجمعة اللي فات، ما عرفتش التزم بالفيديو الاسبوعي، لكن كان دخلت رمضان، وزي ما انتم عارفين هنا في امريكا رمضان بيدخل مفيش اي هدوء في الشغل، كل مستمر كما هو. فما بين مشاغل العمل وما بين رمضان، فالواحد فعلا كان مشغول، لكن قلت الحق لي كده فيديو النهاردة ان شاء الله عشان يبقى فيه فيديو جديد ينزل يوم الجمعة. فقبل ما ندخل في الموضوع، لو مش مشتركين في القناة اشتركوا فيها لو انتم مهتمين تعرفوا اكتر عن الحياة في امريكا من جوانب مختلفة، مهاجرين او غير مهاجرين. وكمان شوفوا الفيديوهات القديمة، لان في فيديوهات كتيرة ممكن تكون بتجيب على الاسئلة اللي عندكم. فخلينا نبدأ. ايه الحاجات اللي الواحد بيحبها في امريكا؟ اول حاجة هقولها من مميزات الحياة في امريكا مقارنة باي بلد اخر، هي انه بلد واسع، ولايات كتير، عندك 50 ولاية، تنوع جغرافي ومناخي كبير جدا ما بين الولايات، فعندك فعلا مساحة كبيرة جدا تتحرك فيها وكلها بلد واحد. معنى كده انك انت لو سافرت من اقصى الشرق في نيويورك مثلا لاقصى الغرب في لوس انجلوس، انت لسه في امريكا. حاجات كتيرة مشتركة، طبعا المنظر الدنيا هيختلف شوية، منظر الطبيعة هيختلف، لكن انت ما زلت في نفس البلد، فسهل جدا انك انت تتحرك من مكان لمكان وتنقل خالص من مكان لمكان. بيكون التحرك من ولاية لولاية سهل، بتنقل مثلا، في شوية تغييرات بتعملها، بتغير مثلا البليت بتاعت العربية، بليت نمبر بتاع العربية بتحوله على الولاية الجديدة، ممكن تغير الرخصة بتاعتك تحولها على الولاية الجديدة. الحاجات كلها سهلة وبسيطة، لكن انت في الاخر عايش في نفس السيستم، فبيبقى سهل جدا انك انت تتحرك من ولاية لولاية وكمان تنقل حياتك من ولاية لولاية. طبعا التنوع المناخي كبير، لو انت عايز تلج وبرد عندك، لو عايز حر طول السنة عندك، انزل فلوريدا وانزل اريزونا وانزل جنوب تكساس وانزل جنوب كاليفورنيا والحتت دي. عايز جو متوسط ما بين الاثنين هتلاقي. كمان من ناحية الطبيعة عندك كل حاجة هتلاقيها، عندك الأماكن السهلة المفتوحة اللي كلها خضرة، عندك الجبال العالية، عندك التلال الهيلز، عندك البحيرات كتير فيها طبيعة، عندك أماكن صحراوية، ولايات صحراوية، عندك شواطئ كتير جدا على السواحل، على المحيط الأطلنطي وعلى المحيط الهادي، وكمان على خليج المكسيك شواطئ كتير جدا. فعندك تقريبا يعني كل حاجة موجودة في هذا البلد القارة. كمان الحركة سهلة ما بين كل الولايات دي، لو عايز تتفسح، لو عايز تسافر ما بينهم، سهل جدا انك انت تسافر 1000 ميل 2000 ميل في العربية، ودي حاجة من الحاجات اللي الواحد بيحبها، الروت تريبس هنا.
تبقى سهلة جدا، عندك استراحات على الطريق في كل في يعني كل مسافة معقولة، تقدر تدخل تاكل حمامات تريح، فنادق طبعا سهل انك انت تنام في الطريق بأسعار كويسة. فيعني البلد واسع جدا وفي اختيارات كتير وسهل انك انت تتحرك فيه، فبتحس بان دي ميزة كبيرة في رأيي للحياة في امريكا. تاني ميزة في رأيي برضو هي انك انت في امريكا مش بتشعر بالغربة قوي كمهاجر. قد يكون هذا يعني مختلف عن بعض البلاد التانية. الناس هنا اعتقد الناس اللي سافروا هنا وجم يقدر يقول لك، كتير منهم على الاقل يقدر يقول لك انه بسرعة بتحس ان ده بلدك، وبسرعة بتحس انك انت مش غريب فيه. دي ميزة كبيرة في امريكا فعلا. وحتى الناس اللي ممكن ما يكونش معاهم حتى ورق اساسا، يعني الناس اللي بيعدوا الحدود وبيجوا يعيشوا في البلد ده بالذات من حدود الجنوبية المكسيك وامريكا اللاتينية، بيعيشوا سنين طويلة وفي منهم بيعيشوا عمرهم كله وما بيشعروش بالغربة في البلد ده. فالبلد ده طبيعته بتخليك ما تحسش بالغربة. طبعا ده موضوع تاني غير موضوع العنصرية اللي طبعا موجودة في المجتمع في بعض الأماكن وبعض الأحوال، لكن بشكل عام أنت لا تشعر بالغربة ولا تشعر أنك أنت مهاجر غريب. بسرعة هتلاقي نفسك حسيت أنك أنت يعني إيه قاعد في مكانك يعني. فدي ميزة كبيرة. تالت ميزة أقدر أقولها برضو عن أمريكا هي طبع الناس. طبع الناس سهل في التعامل. الأمريكان عموما شعب لطيف في التعامل، مؤدب في التعامل مع الناس، بالذات كمان لو رحت الأماكن الهادية أو حتى الأماكن اللي مش هادية، المدن الكبيرة، بس في المدن الصغيرة بيبقى أكتر كمان. الناس بتبقى ريلاكست وليد باك، وبتبقى زي يعني وانت ماشي في الشارع الناس بتسلم على بعض وبتضحك في وش بعض، والناس بتبقى عموما لطيفة. فالشعب الأمريكي عموما شعب لين الايه لين الطبع وسهل، يعني العشرة بتاعتهم سهلة. فدي حاجة ميزة كبيرة برضو، اعتقد انها تختلف عن بعض الدول الاخرى بالذات في اوروبا. ممكن ما يكونش الناس بنفس الـ يعني الدفء الانساني لو اقدر اقول، مش فريندلي زي الامريكان. فدي طبعا ميزة كبيرة. طيب الميزة اللي بعد كده رقم 4 هي اسلوب الحياة في امريكا مختلف عن دول كتيرة عشان سعة كل شيء. هنا كل شيء واسع وكل شيء كبير، فحتى بتلاقي في الديزاين بتاع المدن، معظم المدن هنا في امريكا اللي انت بتشوفه في الافلام نيويورك وشيكاغو والمدن اللي فيها ناطحات سحاب، دي هي اقل شيء، ده الاستثناء في امريكا. انا كنت عملت فيديو قبل كده سريع عن الموضوع ده، ان معظم امريكا في الحقيقة ارياف، يعني ارياف بمعنى ان هي اماكن واسعة، وتلاقي ان بيت دور دورين ده اقصى حاجة في المدينة اللي انت قاعد فيها. ممكن في اماكن عشت فيها لو في مثلا عمارة من 6 7 ادوار تبقى هي دي اعلى عمارة في المنطقة كلها. فامريكا الدنيا فيها واسعة جدا. لما تيجي تدخل بقى في وسط الاماكن السكنية وكده تلاقي البيوت واسعة، تلاقي حواليها مساحات كبيرة واسعة، وده هو الغالب. طبعا ده موجود في بعض الدول بس بيبقى مش منتشر بالشكل المنتشر فيه في أمريكا. أمريكا الحقيقة الموضوع ده فيها مختلف أعتقد عن دول كتيرة، هو سعة كل شيء وسعة المساحات الواسعة في البيوت وفي المدن وفي المساحات الخضراء ما بين البيوت في الأماكن السكنية. فدي برضو ميزة كبيرة في هذا البلد. الميزة الخامسة هي سهولة الحياة عموما في أمريكا. أعتقد ده ممكن يكون يعني ينطبق على الدول المتقدمة عموما أو الدول اللي مستريحة يعني. فسهولة الحياة بمعنى إنك أنت التعاملات الحكومية سهلة، في حاجات من الصعوبات اللي موجودة في بلاد تانية ممكن ما تكونش موجودة هنا. حركة المدن منظمة بتخلي الحركة فيها سهلة. ففي حاجات كتيرة يعني في تفاصيل كتير للموضوع، بس بتخلي إن الحياة عموما تعتبر أسهل كتير من بلد زي مصر مثلا في متطلبات الحياة اليومية اللي انت بتحتاج تعملها. الميزة السادسة هي لها علاقة شوية بسهولة الحياة، وهي ان الدنيا تعتبر رخيصة مقارنة بالدخل. فمعظم الناس اللي عايشين بدخل قليل او دخل كبير هيقدروا يلاقوا الحاجات اللي هم محتاجينها وبأسعار معقولة بالنسبة لمستوى الدخل زي ما قلت.
وكمان كل شيء متوفر، يعني يكاد يكون كل شيء متوفر بسهولة في البلد هنا، محلات كتيرة، أي حاجة أنت محتاجها بتروح تلاقي، يعني أماكن كتيرة تقدر تاخدها منها. وده برضو طبعا موضوع يطول الحديث فيه، لكن مثلا محل زي والمارت كل كتير بيعرفوه، تقدر تلاقي فيه حاجات للبيت، حاجات للأكل، تقدر تلاقي فيه حاجات للجنينة بتاعتك لو عايز تزرع. في محلات مثلا زي هوم ديبو، مينارز، دي بتلاقي فيها كل متطلبات. لو انت بقى ايه بتحب تشتغل بايدك وتصلح في بيتك او تجدد في بيتك، تدخل تلاقي كل حاجة انت عاوزها، وفروع كتير جدا في كل حتة. عايز تبني حاجة، يعني التولز اللي انت محتاجها كلها، يعني كل حاجة فعلا هتلاقيها بسهولة وفي متناول معظم الناس. يعني مفيش حاجة بتبقى بعيدة المنال قوي على الناس، بتكون حاجة غالية شوية لكن مش بعيدة المنال قوي زي ما في بعض المجتمعات اللي في حاجات فيها بتكون يعني بعيدة عن متناول ناس كتير في المجتمع. الميزة اللي بعد كده هي قوة العملة الأمريكية، قوة الدولار الأمريكي، وقوة كمان جواز السفر الأمريكي لما بتاخد الجنسية. طبعا قوة الدولار لها علاقة برضو بالنقطة اللي فاتت، انك انت عملة قوية، فانت جوه أمريكا البلد اللي انت عايش فيها السلع بتبقى أسعارها معقولة. اما تيجي مثلا تترجم السلع دي لدول تانية او تحول بالعملة، بتلاقي الحاجة اللي هنا تعتبر شيء في متناول ناس كتير يصبح شيء غالي جدا في دول تانية عشان العملة بتاعتها ضعيفة. فقوة العملة طبعا ميزة كبيرة، وقوة جواز السفر ميزة كبيرة برضو. طبعا في بلاد كتيرة فيها نفس الميزة، بلاد القوية، لكن امريكا واحدة منهم. فبتقدر تسافر دول كتيرة من غير فيزا، او حتى بتاخد الفيزا بس وانت في المطار، فدي طبعا برضو ميزة كبيرة. الميزة اعتقد ده رقم 8 كده احنا داخلين فيها، اللي هي وجود السيستم والقانون الواضح اللي بينطبق على الكل. فبرضو كل دي حاجات يعني يطول فيها الكلام، لكن السيستم زي ما قلت من شوية مثلا ان على مصالحك بتقضيها بسهولة، ده له علاقة ليه؟ لان السيستم قوي، السيستم متنظم كويس ومعمول صح. الحياة في المدن سهلة، تخطيط المدن سليم، ليه؟ عشان في سيستم للحاجات دي كلها. في مثلا حاجة يعني حديثة، موضوع الفاكسين مثلا بتاع الكورونا، اما تيجي تشوف ازاي الناس بتحصل عليه دلوقتي بسهولة، تدخل على التليفون تحجز معاد وتروح تاخد اللي انت عاوزه، فايزر او موديرنا او الحاجات اللي هي الفاكسينز اللي يعني اثبتت فعاليتها، واي حد معاه بس البطاقة بتاعة الولاية، مهما بغض النظر عن حتى وضعه القانوني، ممكن يكون واحد قاعد مش قانوني، لكن مدام عنده ما يثبت ان هو قاعد في الولاية، اي دي بتاع الولاية، بيقدر يروح ياخده ببلاش خالص، مفيش حد بيدفع فيه حاجة، والسيستم زي ما قلت سهل جدا. فالحاجات دي كلها اتعملت جديدة، يعني الموضوع ده ما كانش موجود من 10 سنين مثلا، وهكذا. فالسيستم ده بيخلي ان اما بتحصل متغيرات ويعني تطورات، السيستم برضو بيتماشى معاها، وبتلاقي الموضوع بعد شوية، طبعا في الاول ممكن يكون فيه لخبطة، لكن بعد كده بتلاقي ان حصل انشاء سيستم كويس يخلي الامور منظمة ويخلي برضو الحياة سهلة. كل دي حاجات مترابطة، السيستم مع قوة العملة مع رخص الاسعار بالنسبة للدخل، كل دي حاجات بتخلي الحياة سهلة على الناس اللي عايشين جوه البلد. الميزة رقم 9 ميزة مهمة قوي، وهي انك انت ايا كان وضعك هيكون عندك امل انك انت تحسنه في هذا البلد. مش بعيد، مش حلم مستحيل انك انت تقدر تبدأ من الصفر وتعمل حاجة لنفسك، وتقدر تبني لو عايز تبني بيزنس، لو عايز تحسن وضعك الوظيفي في اي سن كنت، في طرق انك انت تعملها، بتاخد تدرس حاجة تتطور من نفسك. فيعني القصد ان ايه، ان دي حالة مختلفة جدا ومهمة جدا انها تكون موجودة عند المواطن، انك انت حاسس ان في امل انك انت تحسن اوضاعك، حتى لو انت حاليا في مشكلة، حتى لو انت في وضع متعب. طبعا مفيش حد يقدر يقول ان احنا في جنة هنا، يعني في اوضاع متعبة وفي ناس في مشاكل، لكن القصد انك انت هنا بتحس ان في فرص لتخطي المشاكل دي، وفرص لانك انت تحسن وضعك. ده برضو احسن من اماكن بيكون الناس فيها يحسوا ان مفيش طريق، يعني مفيش حتى فرصة انك انت تتحسن من وضعك، مهما عملت في سيلينج، في حد معين ما تقدرش تعديه. لكن هنا الحقيقة الوضع مختلف، وعشان كده المهاجرين اللي بيجوا ممكن يكونوا اوضحهم في بلادهم ما كانوش لاقيين فرص، ممكن يجوا هنا ويلاقوا فرص كويسة، فدي ميزة كبيرة برضو في هذا البلد.
الحقيقة هم ده كل النقط اللي أنا كنت فكرت فيها. أعتقد إن هم 10، أنا اتلخبطت شوية في العد جايز وأنا بقول لكم، لكن دي 10 حاجات بتخلي الواحد يحب أمريكا ويحب يلاقي إن الحياة فيها لها مميزات، ودي مميزات الحياة في أمريكا من وجهة نظري الشخصية. لو عايزين أكلمكم عن بقى عيوب الحياة في أمريكا من وجهة نظري قولولي، بحيث إن أنا ممكن أعمل جزء تاني للفيديو إن شاء الله ويكون عن الموضوع ده. فهنتظر التعليقات بتاعتكم، لو مهتمين بيه نعمله ان شاء الله. وبس بس كده، ده كل اللي عندي النهارده. ارجو ان يكون الفيديو عجبكم، سيبوا لي تعليق قولوا لي رايكم، واعملوا لنا لايك ما تنسوش، ونراكم ان شاء الله في فيديوهات قادمه. والسلام عليكم ورحمه الله.